مساكم الله بالخير، يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير جايين. يا هلا فيك بسام، وأكيد مسي بالخير على مشاهدينا. كل الجهود الكبيرة اللي تبذلها مملكة البحرين خلال هذه الفترة، واللي ما تقتصر بس على الصحة بل تمتد لاقتصاد المملكة والإسكان وتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين وحياتهم الكريمة، تأتي في قائمة أولوياتها صحة وسلامة وأمن المواطن. بالفعل رقية، مملكة البحرين وعلى مدى العقود اللي مضت دائما يعني ما كان المواطن البحريني متصدر لقائمة أولوياتها، وراح يبقى كما كان دائما نصب أعين واهتمام قيادتنا حفظها الله ورعاها. مشاهدينا الكرام، احنا راح نستهل معاكم هذه الحلقة بأبرز الأخبار، لكن من بعد هذه الفاصل خلكم معنا. الله من جديد نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد على أهمية استمرار تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية الصديقة على كافة المستويات لمواصلة البناء على ما تحقق وفتح آفاق أوسع لمزيد من التنسيق المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. جاء في ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله عن بعد اليوم مع سعادة السيدة باولا أمادي سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى المملكة، حيث نوه سموه بأن مملكة البحرين تواصل تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجمهورية الإيطالية الصديقة في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف المنشودة، ويلبي التطلعات المشتركة، معربا سموه عن تقديره لدور سعادة السفيرة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وفي خبر آخر، استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، واللي قدم لسموه دليل السياسات والإجراءات لوزارة الخارجية المتضمن أسس النظام الدبلوماسي في البحرين وأجهزة الوزارة المنفذة له. وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة عن سعادته لاستلام هذا الدليل الذي يأتي الأول من نوعه منذ تأسيس الوزارة في تنفيذ سياسة مملكة البحرين الخارجية في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى وتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وخدمة ورعاية مصالحها الوطنية ورعاياها في الخارج، مشيدا سموه بالجهد الذي يبذل في إعداد هذا الدليل. قصة انتشار كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه، باختصر لكم الإجابة في كلمات. المجتمع أربع فئات A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء أو بينهم قرابة أو يمكن زملاء، العدوى لهم تنتقل بس ممكن نستغل معرفة A فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن A قبل لا يلقى C تصادف مع B وهو شخص ما يعرفه
لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم. وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلاً عن إصابتهم. أما دي فهو شخص في البيت قاعد ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكن يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع، لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. عودة مجددة مشاهدينا مع موضوع الساعة. طبعا هناك إجراءات عديدة مقبلة عليها الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين في مرحلة مهمة جدا وطموحة جدا أيضا في نفس الوقت، وهذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود من قبل الجميع لتطبيق التوصيات والإصلاحات. تطبيق يعني جميع القرارات والتوصيات يضمن استدامة الصناديق في مملكة البحرين لعام 2086 وضمان استمرارها تقديم المعاشات للمتقاعدين. احنا كلنا يعني مؤيدين وفخورين يعني بهذه القرارات والمرسوم الصادر عن سيدي جلالة الملك المفدى يده الله، لأنها قرارات ضرورية ويات في مرحلة فعلا أصبح الإصلاح وتصحيح المسار لهذه الصناديق ضرورة ملحة وتتطلب هذه النوعية من القرارات. يعني أبعاد هذه القرارات كثيرة وناقشناها في حلقتنا أمس، وبإذن الله راح نتناقش في يعني هذه القضية أو هذه الحلقة والحلقات القادمة كل ما يدور حول هذا الموضوع المهم بهدف إيضاح الصورة بالتفاصيل والأرقام للسادة المشاهدين. هلو نحن نتابع معكم مشاهدينا هذه التقرير التالي وراجعين نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. أفكار تشير إلى غد مشرق وتطبيق قادم في الطريق ليثبت نجاحه ويبعث الراحة للمواطنين، حلول سريعة واكبت الظروف الاقتصادية الراهنة التي لم تتأثر بها البحرين وحدها وإنما دول العالم كافة، أثرت على الصناديق التقاعدية الحالية وأدت إلى عجز القطاعين العام والخاص. من هذا المنطلق عملت الحكومة الموقرة على وضع خطط لتجاوز هذه المرحلة والوصول إلى حل يحقق العدل للمواطنين ويمدهم بالسيولة المالية من صناديق التقاعد، ما يحقق التعادل والتوازن والعيش الكريم لأصحاب المعاشات المحدودة. نظام التقاعد الجديد سيمد عمر الصناديق التقاعدية إلى 6 سنوات فقط، وسيتم دراسة 6 توصيات باقية من أصل 10 تمد من عمر الصناديق التقاعدية حتى عام 2086. ومن الإصلاحات التي عرضت دمج صندوق التقاعد العام والخاص، وقف الزيادة السنوية للمعاش التقاعدي وإلى أن يتوافر الفائض، يوقف الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، ويمنع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية. إصلاحات للحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين وسعي مستمر لديمومة الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال إيجاد الحلول المناسبة والتي تحقق الأهداف المرجوة دون التسبب بأي آثار مستقبلية، واستمرار القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية. We'll be right back.
مشاهدينا، العديد من الخبراء الاقتصاديين في مملكة البحرين أكدوا أهمية استدامة الصناديق التقاعدية لأن لها إسهامات مهمة في النمو الاقتصادي وفي التنمية المستدامة كذلك. أكدوا بعد أن يعني على أهمية هذه الإصلاحات العاجلة والضرورية واللي جرت وفق المعطيات الحالية للصناديق التقاعدية، وذلك لتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وأسرهم. صحيح بسام، يعني وأكد الخبراء الاقتصاديين أن ما يشهده العالم اليوم من ظروف استثنائية لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وما تبعها من آثار سلبية على العديد من القطاعات الحيوية وتأثيرات على النمو الاقتصادي العالمي أنتج تحديات جديدة انعكست على الاقتصاد المحلي. وفي البحرين يعني ولله الحمد تم طرح العديد من المبادرات الاقتصادية اللي بدورها يعني راح تسهم إن شاء الله وتخفف من تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً، وكل هذه طبعاً التغيرات تتطلب تكاتف جميع الجهود بما يصب في تحقيق أهداف التنمية المنشودة لصالح المواطن والمواطنين. بالتأكيد احنا يعني حول هذا البعد الاقتصادي لهذه القرارات راح نتكلم أكثر مع الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية واللي ينضم لنا عبر السكايب. مسيك بالخير دكتور، لو تخبرنا يعني من وجهة نظرك أهمية صدور هذا المرسوم الملكي في هذا الوقت بالتحديد. مسيكم بالخير والعافية أنت والمشاهدين جميعا. أهمية المرسوم الملكي تأتي يعني في هذا الوقت بعد ما تمت دراسات يعني مؤخرا على الوضع صناديق العام، صناديق التأمين وصناديق التقاعد في البحرين. فهذه الصناديق تخضع إلى تقييم دوري من قبل مؤسسات خاصة مستقلة بحيث أن تقيم مدى قوة هذه الصناديق. ففي آخر تقييم ارتفع العدد في الصندوق أو صناديق التأمين في البحرين من 7.5 مليار في 2015 إلى ما يقارب 14 مليار دينار. فيأتي التوقيت مهم لأخذ مثل ما يقولون إصلاحات ومتابعة الإصلاحات اللي قامت بها المملكة البحرين بهذا الصدد، بحيث أن تجعل هذا الصناديق أكثر استدامة وتفي بالتزاماتها للمتقاعدين. فهذه أهمية التوقيت وتوقيت هذا القانون. طبعا هذه تعتبر الحزمة الأولى من إصلاحات، وتوقع أنه ممكن يكون في إصلاحات أخرى بعد في المستقبل. نعم دكتور علي، يعني في نفس السياق شنو دور القطاع الخاص في دعم صندوق التقاعد؟ للقطاع الخاص بشكل عام دور يعني يكون مباشر في الحركة الاقتصادية وفي النمو الاقتصادي للبحرين، وعلى هذا الأساس يكون في هذا الدور ينتج عنه خلق لقطاعات إنتاجية، خلق لوظائف وفرص يعني لاستقلال الموارد اللي موجودة في البحرين. فمن دور القطاع الخاص وممكن يساهم بشكل غير مباشر بأن يكون هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، أو يأخذ دور أكبر في الاقتصاد من ما هو عليه اليوم، وبذلك يدعم الحركة والنمو الاقتصادي.
يعني طبعا دكتور نعرف من بين هذه القرارات هو دمج الصندوقين صندوق العام والخاص، ماذا يعني لكم هذا القرار ويعني على طبعا المدى البعيد كيف تنظرون له؟ دمج الصناديق بيساعد على الإدارة ذات ان تزيد كفاءتها على المدى البعيد. مثل ما تعرفين في قطاع القطاعات المالية، القطاع المالي بشكل عام هناك اندماجات كثيرة، والتأمين ليس يعني بمنع عن اندماجات. فإذا كان في عندنا مثل ما يقولون اندماج بين هذه الصناديق ويكون لها سياسة واحدة، تكون في كفاءة في الإدارة أكثر من السابق، هذه بيساعد على أداء الصناديق وعلى مقدرتها لتحقيق العوائد المرجوة منها. نعم دكتور، يعني هل من كلمة أخيرة تحب أنك توجهها عبر برنامج مجتمع واعي للمشاهدين؟ الإصلاحات اللي احنا في مثل ما قلنا صددها إصلاحات مهمة لاستمرارية الصناديق. فأي عرب أسرة أو أي متقاعد سواء يعمل أو متقاعد كعرب أسرة ينظر إلى استدامة هذه الصناديق، ينظر إلى يعني يتأكد بعد سنوات أن تستمر هذه الصناديق بدعمه ودعم عائلته. فمن الضروري علينا أن دائما نقيم هذه الصناديق من وقت لوقت. الصناديق هذه لها يعني خاصية أن هي تعتمد نظام المزايا الثابتة، بحيث أن دائما المزايا بتكون يعني او المزايا ثابته في الصندوق في هذا النظام على الرغم من التغير في المعطيات مثلا في الاستثمار وما شابه. فقيامنا ب اعاده تقييم هذه الصناديق من وقت لوقت مهم، واصلاحها بحيث ان ما يكون فيها عجوزات وأن تستمر. متأكد أن أي شخص اليوم يخطط حق مستقبله، يخطط حق التقاعد، يبي يتأكد في أن هذه الصناديق بتكون موجودة وبتدعمه. هذا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي لا يمكن أن يكون في استقرار بدون ما تكون هذه الصناديق في يعني في وضع قوي وقادرة على الإيفاء بالتزاماتها بجميع المشتركين الحاليين منهم المتقاعدين واللي في المستقبل اللي بعد يشاركون ويحصلون التقاعد اللي لهم. فهذه يعني الكلمة اللي بغيت أقولها. بالتأكيد دكتور، يعني هذه الإصلاحات لا شك أنها راح تحط أساسات جديدة لخطة يعني عمل أفضل بهدف استدامة صناديق التقاعدية. الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، شكرا جزيلا لك. الأنظمة التقاعدية هي أنظمة قديمة وتراكمت فيها الخبرات والتجارب على مدى العقود الماضية لمواكبة جميع التطورات الاقتصادية للدول والأفراد. خلونا نستعرض معكم مشاهدينا في هذا التقرير أبرز المعلومات حول تاريخ هذه الأنظمة عالميا. Thank you.
حرص الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة على توفير بيئة صحية لجميع المترددين على الخدمات الصحية، ومنها المركز الوطني لفحص الكورونا بأرض المعارض، حيث تم تخصيص قاعات مختلفة لعمل الفحص تخدم الأهداف المنشودة من هذه الفحوصات للفئات المختلفة. كذلك لما يكون دخولهم إلى داخل القاعة هناك علامات واضحة لكل فحص، من التسجيل إلى الاستقبال، أخذ المعلومات من المرضى إلى ما يطلع ويترخص من المكان. تم مراعاة التباعد الاجتماعي ما بين كل مريض وآخر، الكراسي تكون متباعدة بمسافة مترين، ويتم تعقيمها بعد قيام كل مريض للفحص قبل جلوس المريض الآخر. لا يتوقف الأمر عند هاي الموضوع، لكن يتم المتابعة المستمرة، ولو شفنا إن في بعض الحالات تحتاج لإدخال لحين ظهور النتيجة يتم توفير مكان مخصص ومنفصل تماماً عن المترددين للفحص بشكل مباشر، بحيث إنه يكون هذه الأماكن منفصلة وتلتزم بالقواعد العامة لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى أمور التعقيم، يتم التعقيم بالمواد المعتمدة والمسجلة لدى وزارة الصحة ووكالة صحة البيئة باستخدام آلات رش المعقمات واستخدام آلات التبخير التطهيري واستخدام جهاز الألترا فايلوت لايت للأشعة فوق البنفسجية. احنا ككوادر طبية في الصفوف الأمامية في عيادات أرض المعارض نلبس الملابس الوقائية، من الرأس نلبس الواقي للشعر والملابس إذا كنا لابسين حجاب، القناع نلبس اللباس الوقائي للملابس الخارجية، وأيضاً قطاع للأحذية. كل هذه الملابس الوقائية وفرت لها لنا حكومتنا الرشيدة بصورة دورية وبدون انقطاع لوقايتنا من الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الشخص اللي احنا نقوم بفحصه. لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية يتم التعاون مع الدفاع المدني يومياً لتعقيم مركز المعارض لتحقيق أكبر نسبة من التعقيم ومنع الخطورة من انتشار العدوى ما بين العاملين والمستفيدين من الخدمة. وهذا الإجراء هو إجراء احترازي وتدبير وقائي من أجل وقاية جميع المراجعين والمرضى ووقاية الطاقم الطبي من انتقال العدوى داخل المنشأة الصحية. وفي الختام نتمنى الصحة والسلامة للجميع. مشاهدينا، في فصل الصيف تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وقيادة خفر السواحل واحدة من هذه الأجهزة اللي تعمل على تأمين السلامة البحرية للجميع. صحيح بسام، خفر السواحل له دور رئيسي في توفير السلامة البحرية بكافة صورها وتنظيم الحملات التوعوية لمرتادي البحر خصوصا في فترة الصيف، وذلك ضمن منظومة متكاملة للشراكة المجتمعية بما يحفظ أمنهم وسلامتهم. خلونا نتابع معكم مشاهدينا هذا التقرير وراجعين نتكلم أكثر حول هالموضوع. تبذل قيادة خفر السواحل جهودا بارزة في مجال الحفاظ على الأمن والسلامة البحرية كجزء من رسالتها السامية وضمن منظومتها الأمنية الشاملة لتأمين البحر وسلامة مرتاديه خاصة مع دخول فصل الصيف. وفي هذا الإطار تسعى قيادة خفر السواحل عبر حملاتها التوعوية والإرشادية إلى توعية المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر والسواحل العامة بأهمية تطبيق إرشادات واشتراطات السلامة. كل الشكر لهم أنهم يتطمنون على سلامتنا، موجودين في كل الأوقات ولله الحمد، إذا بغيناهم في مساعدة لقيناهم. طبعا أنصح مرتدين البحر أن يتأكدون من سلامتهم، يتأكدون إن كان يتأكدون من لايف جاكيت، يتأكدون من الجهاز، يتأكدون من كل شيء. أهم شيء في السلامة الجسكي هي اللايف جاكيت، لأن لو تطيح على الأقل يكون اللايف جاكيت، يعني حتى لو ما تعرف تسبح يكون إنه ما يعني تتم فوق الماء، هذه أهم شيء. في حلقة الواصل هذه هي تركبها
يجي طريقتين لها، طريقة في الجوكيت لها لوك هني تقفلها في المفتاح، لو مثلا طحت في ضربتك موجة أو شيء أو وانت جاي مثلا قابلك طرار صار ويف في الطرار، انت ضربت الموجة طحت من الجيتسكي مفتاح فيها راح تتم الجيتسكي تشتغل وتمشي. أقدم نصيحة حق مرتادين البحر أن يتعاونون يا خفر السواحل، مجرد أن خفر السواحل تعطيك إشارة أن أنت توقف خلاص توقف إليهم، ما يعني تقوم وتتصرف تصرف خاطئ أن أنت تتباعد عن خفر السواحل عشان أنهم ما يسألونك ولا يأخذون إجراءاتهم معهم. إن تعاون مرتدي البحر والتزامهم بالأنظمة والقوانين في اتباع إرشادات السلامة البحرية يمكن رجال خفر السواحل من أداء مهامهم والوصول إلى بيئة بحرية آمنة خالية من المخاطر والحوادث. خلينا احنا نتعرف اكثر عن جهود قياده خفر السواحل، وسرنا يكون معنا عبر الهاتف النقيب احمد الذوالي رئيس فرع الترخيص بقياده خفر السواحل. مساك الله بالخير نقيب احمد. مساكم الله بالنور والسرور اخوي، نشكركم على هذه الاستضافه وهذا البرنامج المثمر، متمنيا لكم ان شاء الله دوام التوفيق. وإحنا سعيدين باستضافتك طبعا ويانا، ومن الملاحظ أن مع ارتفاع درجات الحرارة هناك إقبال على ارتياد السواحل، ويعني ودنا نعرف بداية على الجهود اللي تبذلها قيادة خفر السواحل للحفاظ على سلامة مرتادي البحر. أكيد بلا شك في فصل الصيف يكثر الإقبال على السواحل، واحنا بدورنا في قياده خفر السواحل نهدف دائما من خلال الحملات التوعويه الى توعيه المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر والسواحل والزامهم باشتراطات السلامه عن طريق اقامه الفعاليات التوعويه كاسبوع خفر السواحل، وهذه الفعاليات تهدف إلى التعريف بمهام وواجبات خفر السواحل والخدمات الأمنية التي تم تقديمها لمرتادي البحر، تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية بين وزارة الداخلية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني. نقيب أحمد، يعني بالتأكيد أنتم لكم دور واضح ودور كبير في مركز العمليات البحرية، يعني في سرعة الاستجابة لجميع البلاغات اللي ترد لكم، فنبي نتكلم أكثر عن هذا الجانب. من خلال مركز العمليات البحرية يتم تلقي اتصالات من كافة فئات المجتمع، وبدورنا نقوم بتقديم المساعدات والإجابة على أي استفسار ممكن يفيد في مرتادي البحر على سبيل المثال. ولا يخفى على شريف علمكم أن بعد استكمال منظومة السياج الأمني الإلكتروني اللي لولا فضل الله سبحانه ودعم معالي وزير الداخلية الموقر وسعادة اللواء قائد خفر السواحل الموقر بتوفير لنا جميع السبل اللي وصلتنا لله الحمد لهذه المستوى اللي ارتقينا فيه في السنوات الأخيرة، وعن طريق المنظومة اللي تتفرع إلى كذا أنظمة، منها أنظمة رقابية وأنظمة رصد ومتابعة، وكل هذه الأنظمة لفرض السيطرة والرقابة البحرية تم من خلالها تقديم المساعدات والتسهيل الوصول إلى مرتادي البحر في أسرع وقت ممكن، وكذلك أيضا تسهيل عمليات البحث والإنقاذ. نعم نعم نقيب أحمد، طبعا من الأمور المهمة التي يجب أن تتوافر في السفن هو وجود جهاز التعرف الآلي على السفن، ما أهمية وجود هذا الجهاز سواء للصيادين أو الهواة؟ أكيد طبعا الجهاز التعرف الأوتوماتيكي هو وسيلة تقنية حديثة يسهل علينا وصول إلى الهدف
سواء كان قارب أو كان سفينة في حال الطوارئ، ويسهل علينا التعرف على معلومات هذه القارب، خصوصا احنا نتكلم عن في أوقات البحث والإنقاذ. ولا يخفى على شريف علمكم كذلك أنه هو وسيلة لتسجيل معلومات وبيانات مرتادي البحر، وبالأخير هو يهدف للأمن مرتادي البحر. نعم، يعني نقيب أحمد، ما في شك أن ما تكتمل حلقة السلامة البحرية إلا بالتقيد والالتزام بإرشادات السلامة. إحنا في ختام هذا اللقاء نبي يعني نتعرف ويا مشاهدينا على أبرز التعليمات الواجب اتخاذها في هذا الجانب. بلا شك معدات السلامة مثل ما تفضلت ومن أهم الأشياء اللي يتأكد منها الشخص قبل عملية الإبحار، مثل توفر سترات النجاة وتأكد من عدد الركاب المسجل للسفينة، تأكد من مطفاءات الحريق وتكون صالحة للاستخدام، صندوق الإسعافات الأولية كمثال، وسبل الاتصال اللاسلكية في حال الطوارئ إذا احتاج الواحد يكون عنده وسيلة اتصال، يكون عنده الوقود الكافي، يكون عنده مصابيح يدوية، وطبعا أكيد سترة النجاة من أهم المعدات اللي الواحد لازم يحافظ عليها، خصوصا أن يعني أحيانا في حال الطوارئ راح يعني بعيد الشر نقول إن شاء الله ما تحصل، لكن تكون جدا جدا يعني سبيل وسيلة لمساعدة المرتادي البحر. نعم، الله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لك نقيب أحمد الذوادي، رئيس فرع الترخيص بقيادة خفر السواحل، شكرا جزيلا لك.
حياكم الله من جديد. مشاهدين الكرام، من أكثر الأشياء اللي سببها انتشار فيروس كورونا في العالم كله هي التفاتنا للعديد من النعم اللي يمكن أن احنا نكون يعني قفلنا عنها وقت انشغالاتنا بالحياة، ومنها أيضا نعمة الصحة. بالفعل يعني بسام، لما نتكلم عن نعمة الصحة والعافية اللي من الله سبحانه وتعالى علينا، فهي بالفعل يعني نعمة غالية ما تعادلها أموال الدنيا. وفي مثل هذه الظروف يعني على كل واحد فينا أنه يتحلى بالصبر وما يخلي الخوف واليأس ممكن أنهم يتغلبون عليه. عشان نتكلم أكثر حول هالموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو الشيخ صلاح الجودر، رجل دين وخطيب جامع. مساك الله بالخير شيخ، حياك الله معنا. الله يسلمكم، حياكم شيخ. يعني احنا نتكلم عن الصحة، الصحة والعافية اللي يعني يمكن الحين احنا في أمس الحاجة أن احنا فعلا نستذكر النعم اللي كانت يمكن عندنا وكنا في غفلة عنها في ظل ملهيات الحياة. شو أهمية الصبر خاصة في مثل هذه الظروف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أن بالنسبة حق الصحة، احنا كنا وإحنا صغار يعلمونا في المدرسة أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، بس ما كنا نستشعرها، يعني لأن الإنسان عايش في حياته يشتغل يدرس يتحرك. لكن لما صار مثل هذه جائحة كورونا أصبحت الصحة بالنسبة حق الناس وايد مهمة. صحيح. وأعتقد الشعب البحريني واعي، فلذلك التزم بكل الإجراءات اللي قامت فيها الحكومة للمحافظة على الصحة. الجانب الآخر أن الصحة تحتاج إلى صبر، يعني ما ممكن إحنا نتجاوز مرحلة مثل هذه المراحل الصعبة والمفاجأة كورونا. ما حد كان يتوقع أن في شيء اسمه كورونا أصلاً. إحنا اعتدنا على توفيئيد، الكوليرا، الطاعون، الجدر، اللي كنا نسمعه. لكن لما جاء كورونا ومفاجئ، لأن إحنا ما حد كان يعرف شنو ماهية هذا الفيروس، وهو عدو فتاك نشوف في العالم. هني الناس احتاجت حق مسألة الصبر. والله سبحانه وتعالى في المحكمة التنزيل دائما يذكرنا واستعينوا بالصبر والصلاة. نقراها دائما في صلواتنا، لكن الصلاة عرفناها، لكن الصبر الحين احنا نذوق قضية الصبر، لأن انت تحتاج في حياتك هذه في إجراء يقيك من هذا الوباء. هذه ما لها علاج حاليا ولا في تطعيمات، ولكن الصبر هو اللي خلى الناس تبتعد عن هذا الوباء. أنا أعتقد هذه أهمية الصبر. وإن كنا إحنا في كتب الفقه نحصل مسألة الصبر، كل العلماء يعني الإمام البخاري، الإمام مسلم وغيره، الموطأ دائما يخصصون باب يسمونه باب الصبر. باب الصبر في الشدائد، باب الصبر في الأذى، باب الصبر في أنواع كثيرة، ووضعوا للعلماء تصنيفات كثيرة في هذه القضية، شلون يستزيد الإنسان من الصبر، وشلون يعلم بعد نفسه على المصابرة، سواء في حالة الرخاء يحتاج إلى صبر، وفي حالة الشد اللي إحنا نعيشه وما نعرف إحنا متى بيرفع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه كلها بيد الله سبحانه. صحيح. مو في يد البشر، لأن هو الله سبحانه وتعالى ينزل الداء وينزل كذلك الدواء. أعتقد هنا الصبر أهم مرحلة، مثل ما إحنا نفكر في الأمن هو الصبر بعد جانب آخر. الاثنين هم أشقاء يمشون، أنت ما ممكن تعيش في بلد ما فيه أمن. نعم، وإحنا ولله الحمد يعني كمؤكد يعني سيدي جلالة الملك المفدى، إحنا في وضع صحي مطمئن ولله الحمد، يعني بالنظر للإجراءات اللي قاعد نشوفها، بالنظر للاهتمام الكبير من قبل الحكومة. والصبر أمر يعني يؤجر عليه أكيد، يعني الصابر خلال هذه الفترة. أيضا الشيخ، يعني المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جدد دعوة باستمرار إغلاق المساجد ويعني منع الصلوات في المساجد. صح. يعني فيما يتعلق بهذا القرار، كيف ترى أهميته في هذه الفترة تحديدا؟ هو بلا شك طبعا الصلاة في المساجد لها ميزة خاصة ولها الأجور الكثيرة في الأيام العادية. يعني صلاة الرجل في المسجد تعادل صلاته في البيت 27 مرة، معناته 27 درجة. ولكن في مثل هذه الظروف اللي العلماء أفتوا فيها أن لزاما على الإنسان المسلم المحافظة على الصحة أولا وصحة زوجته وأبنائه، التزمت الناس بقرار المجلس الأعلى الإسلامي في البحرين مشكور. أعتقد إذا ما خانت الذاكرة كان تاريخ 20 مارس، وكانت فترة كافية أن الناس استوعبت خطورة المرحلة، ومن ثم التزام الناس. نعم. مو بس الجوامع والمساجد، جميع دور العبادة، يعني حتى الكنائس اللي موجودة في البحرين. نعم.
كلهم تسكرت التزاما وتحت ظل هذه طبعا قرار وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه المتعلق ب ماخذ كله على الخط والتزموا كلهم بقرار الذي لانه يعتبرون كلهم دور العباده بالتأكيد. ان كان الشؤون الاسلاميه مسؤول عن المساجد والجوامع لكن الكنائس بعد كذلك وزاره العمل او الشؤون الاجتماعيه. المهم فيها ان الناس وعت مسؤوليته وان كان في ساعات في النفس الانسان يتفرط ان انا ابي اطلع على الاقل اصلي وفي بعض الناس يتكلم يقول لك زيك واحد يطلع يروح يتس بترول ويطلع دي ما عليه هذه ادي شيء بسيط وفردي لكن المسجد احنا نعرفه يعني المسجد الواحد ممكن يكون فيه 300 الى 1000 ما ممكن الدوله بتفرط في ارواح الناس وتخليهم الا لما تتاكد ان اجراء وكان في محاوله اعتقد قبل ربما شهر كان في محاوله انه يفتح يوم الجمعه ولكن طلع قرار باستمرار الإغلاق يوم الخميس والتزمت أنا أعتقد متى ما المجلس الأعلى الإسلامي ارتأى أن في سلامة المصلين يدخلون المسجد المساجد ترى جاهزة مهيئة فيها استعدادات كثيرة من قضية التباعد قضية الالتزام قضية الوضوء هذه كل الأمور خذوها المساجد والجوامع لكن يبقى أن يكون في قرار من الشؤون الإسلامية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن فعلاً المسألة أمان أنا أعتقد وهم مسؤولين على أرواح كل البشر وإحنا كأمة وكخطباء ملتزمين مع الدولة في هذا النظام للمحافظة على أرواح المصلين في هالجانب صحيح يعني شيخ يمكن أيضاً وإحنا في هذه الظروف الاستثنائية كثير من المشاعر المتضاربة ممكن يشعر فيها الإنسان ممكن يحس بالخوف ممكن يحس بالقلق ممكن يحس ان في كثير مثلا من المشاعر المتعلقه حتى بالوسواس صح. فهذه المرحله حين ما تحتاج ان الواحد يخاف او انه هو يوسوس وايد او انه يكون وايد مضطرب وقلق لانه راح تخليه ما يتصرف التصرف الصحيح فاحنا شلون ممكن اليوم نتغلب على هذه المشاعر المضاربه اللي ممكن نحس فيها يعني هذه يعني لو كانت في البدايه بدايه الصدمه ان احنا اول مره نعرف لربما يكون عند الانسان مثل هذا التخوف لكن بعد هاي الفتره هذه وشفنا الإجراءات اللي تقوم فيها حكومة البحرين مشكورة على هالجانب إحنا ترى أفضل من الكثير لذلك الواحد اللي بيقارن يقارن في 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 هذا المستوى في مستوى الإصابات وكم عدد الأشخاص اللي تشافوا بعيد عن النظر إلى الوفيات لأن الوفيات هي بيد الله سبحانه وتعالى نشوف أكثر اللي توفوا كلهم كبار في السن واللي ما يموت بكورونا بيموت بأشياء أخرى حوادث السيارات أعداد كبيرة الأمراض القلب الشرايين هي كلها لكن ما يخلي الإنسان نوع من الوسواس في قلبه إنه يخاف من كل شيء يحتاط والحذر واجب والحذر من الدين لكن ما يكون الإنسان خايف ويفكر في الليل كأن الكورونا واقف عند الباب أو عند النافذة أو هذه لا هذه وسواس لذلك الإنسان يسمع ويراجع رجال الدين يراجع المختصين حتى المختصين النفسانيين يسألهم هل هذه حالة طبيعية؟ هي طبيعية لما يكون بداية الصدمة لكن عقب احنا دخلنا شهر السابع شهر يوليو فمعناته ان احنا في منطقة حين الحمد لله رب العالمين وماشيين في اجراءات لتخفيف القيود مثل ما ارتأت الحكومة ان الاجراءات صحيحة وان الناس محتاطة يبقى الناس لابد ان تفكر في قضية التباعد واستخدام هاي القفازات والكمامات لكن الوسواس انا اعتقد هذه يعني ربما يذبح كثير من الناس انه يخاف من هاي المرض وهو المفترض انه يسلم امره الى الله سبحانه وتعالى. يعني حتى شيخ في اكثر من لقاء يمكن كنا نقعد مع المختصين والاطباء كانوا يقولون انه اصلا كثره التفكير والوسواس والافكار السلبيه والتشاؤميه ممكن تتمرض الانسان وحتى ممكن تاثر على مناعته. فيعني احنا محتاجين الى امور ايجابيه تحفيزيه نشجع فيها نفسنا عشان نقدر نتقلب يعني هو داخل الاسره داخل الاسره مطلوب ان الاب يجلس الام تجلس وان كان حتى وان كان في نوع من التباعد وان كان هم اصلا في بيئه امنه المفترض. لكن لابد انهم يقعدون يتكلمون لكن الانزواء مثلا الولد مثلا في غرفته او البنت في غرفته ويسمعون هاي الأخبار اللي يطرشون بالواتساب وأنا على دراية بالواتساب يمكن تقريبا 50 إلى 70% من الأخبار اللي في الواتساب كلها مثل ما نسميه بالمحرق شيء كذب وبعضهم يحطونها من باب السخرية لكن في ناس يصدقون هذه اللي في وسائل التواصل الاجتماعي فلذلك احنا دائما ننصح أن الشخص يجلس مع أسرته يتناقش يتكلم يفضفض على اللي في نفسه كذلك إذا استشكلت عليه مسألة أهل العلم كثير ترى عندنا وعندنا دكاترة وبروفيسورية في البحرين
ممكن يساعدونا ويكشفون، لان المساله مو بهذه الحجم. احنا على فكره البحرين من اول الدول اللي اخذت اجراءات، وانتم كلكم تدرون بهالمساله والحمد لله المعدلات عندنا صحيحه ومعدلات طبيعيه. وحتى كذلك لما نشوف احنا السياره اللي تسوي الاختبارات في الشارع احنا نطمن، لان نشوف الحكومه قاعده تقوم بجهد كبير. وهذه بعد وقت انا صراحه اقدم شكري وتقدير حق الاطباء والممرضين اللي في الخطوط الاماميه ان كيف يتحملوا هاي المسؤوليه. شيخ يعني لو ننسى بعد يعني احنا نستشعر ونستحضر الجانب الايماني دائما، احنا كمسلمين مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وان هذا قضاء وقدر، وهذه يعني نشوف يعني ان احنا بحاجه اكثر في كل يوم للدعاء. ما أهمية الدعاء شيخ يعني خلال هذه الفترة؟ يعني هو ارتباط المؤمن، هو في البداية أن أي بلاء يصير على الإنسان المسلم هذه معناته أنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان، وكل إنسان يختبر على يعني قدر إيمانه. كل من ارتفع إيمان الإنسان كان الابتلاء عليه أصعب، ولذلك أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء، ومن ثم يجون الناس الصالحين اللي عقبهم. فلذلك يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أولاً قبل لا يلجا حق طبيب، لو في اي مرض، في اي مرض حتى لا صخون مثل ما نقول احنا، انه يلجا الى الله سبحانه وتعالى يسال اول شيء الشفاء، والشفاء دائما بيد الله سبحانه وتعالى، ثم ياخذ بالاسباب. ارتباط الانسان ودعاء الانسان الله سبحانه وتعالى يريحه اصلا نفسيا. واحنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب اليه ونتصدق كل هذه الامور، واهل البحرين كتشوفونهم من اهل الخير في كل شيء. انا اعتقد الدعاء هو الباب المفتوح عند الله سبحانه وتعالى، وما يحتاج واسطه ولا يحتاج استعداد مبكر حق الانسان شنو يقول حق الله سبحانه وتعالى، لا شنو اللي في قلبه، شو اللي يبغي الانسان، انه هو يحفظ له عليه يعطيه الصحه والعافيه، ويحفظ له الامان، ويصلح له في الولد. كل هذه الامور لما يعني تتوفر حق الانسان استقر اصلا في بيئته، يبقى نعم. عندنا احنا باب الدعاء مع الله سبحانه وتعالى مفتوح. نعم بالله سبحانه. اكيد يعني طبعا الحديث لا زال مستمر معك يعني شيخ، بنتكلم عن الصبر، بنتكلم عن امور كثيره اليوم احنا محتاجين لها. ولكن طبعا اكيد في تقرير راح نشوفه الحين تم اعداده من قبل الزميل محمد الرشيدات عن فضل تحلي المؤمن بالصبر في ظل الظروف الاستثنائيه اللي فرضها انتشار فيروس كورونا، بنشوفه معكم مشاهدينا وراجعين نكمل حديثنا مع ضيفنا في الاستديو. بعد ظهور فيروس كورونا كوفيد 19 اختلفت آلية العمل التي تقوم عليها ديناميكية الحياة التي نعيشها، وكان سبباً في قلة التخاطب المباشر بين الأنفس، تباعدات اجتماعية أو ما شابه، وبات التقيد بالتدابير الوقائية أينما ذهبنا أمراً لا بد منه من أجل صحتنا أيضاً، ما خلق بعضاً من صعوبة في التأقلم مع ما ذكر منذ بداية مجيء هذا الضيف الثقيل وحتى اللحظة، الأمر الذي تطلب من الجميع حتمية التعايش مع تبعات الوضع القائم. اختلاف في نمط العيش، قواعد وسلوكيات حياتية جديدة صحية كانت أم اجتماعية فرضت علينا، وتم التأقلم معها تفادياً لهجوم قد يشنه فيروس كورونا كوفيد 19 على أجهزتنا المناعية دون إشعار مسبق. جهاز مناعي بات يتفادى أي محيط قد يشكل خطراً على سلامته، الأمر الذي ترتب عليه نأي الذات عن المخاطر. وإذا كانت الضرورات تبيح المحظورات كقاعدة دينية ثابتة، فإن المحظورات تكبل بعض الضرورات في الصورة الراهنة، خصوصاً تلك التي اعتدنا على ممارستها والقيام بها بشكل يومي. إذن من المؤكد أن الصبر على البلاء وتحمل الوباء هو الحل الأوحد للمؤمن، وفي تجنبه للمهالك جزاء موفور من نعيم الله الذي لا ينفد. وراءها دروس، كيف نواجه المصائب؟ هناك شيء مشترك بين جميع الناس، العالم كله يحتاج إلى أن يصبر ويحتاج إلى أن يبحث عن العلاج، وأيضاً كل العالم يمكن في ذهنهم أن أي شيء له بداية فله نهاية، هذا أمر مشترك بين العالم كله والجائحة العالمية. فإذا اطمأنت نفس الإنسان المؤمن أصبح قادراً داخلياً وذاتياً على مواجهة التحديات الموجودة، وهذا أكبر دافع ومانع
رفض المرض وتكوين المناعة الذاتية. يجب علينا على كل فرد أن يتبع التعاليم الشرعية بالدرجة الأولى والتعاليم الصحية، وأن يتقيد بهذه التعاليم في حياته ويتخذها يعني درسا يوميا بشكل مستمر، سواء كانه بارتداء الكمامات أو بغسل اليدين وتعقيمها أيضا. قم مع الله ترى الله معك، هذا مطلوب من جميع المسلمين في هذا الوقت، وأن يجعلوا موازنة بين أمورهم، أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذوا بالأسباب كذلك، لأن الأخذ بالأسباب هو المطلوب من الله سبحانه وتعالى، أن تتأدب مع الأسباب فتأخذ بالمحاذير الطبية والالتزامات التي تقول بها الصحة وتقول بها المؤسسات. النفس البشرية يقودها الفضول نحو طرح جملة من التساؤلات التي تعصف بفكرها حول المدة الزمنية المقرونة بذهاب هذا الفيروس دون ما رجعة ولا إياب، ومتى ستظهر بارقة الأمل في أفق يطل بشعاعه ليرى تمام عافية الأرض وكمال الصحة للقاطنين في تكويرتها. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات. نشكر الزميل محمد رشادات على هذا التقرير الجميل، وعودة مجددا لضيفنا في الاستديو الشيخ صلاح الجودر. يعني الشيخ، احنا دائما نتكلم عن المسؤولية الاجتماعية من منطلق وطني، منطلق قانوني ايضا، لكن لا ننسى طبعا ان في جانب ايضا شرعي، في مسؤولية شرعية يجب يعني الالتزام بها من قبلنا احنا يعني كمسلمين ايضا. ما أهمية هذا الجانب الشرعي في درء الأذى عن يعني عن الوطن وعن المواطنين؟ الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نحافظ على النفس البشرية. نعم. أي نفس بشرية، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، اللي هي النفس الوحدة تعادل البشرية بحضرته بقوته هذا الإنسان. فلذلك مثل الكورونا لربما يصيب إنسان. نعم. لربما إنسان عزيز وغالي عندك مهما كان، فلذلك أنت من مسؤوليتك الشرعية أن أنت تحافظ على هذه الروح. وكذلك في الفقه الإسلامي يطلب منا أن إحنا لما يكون مثل هذه الوباء أن أنت تتخذ كل الوسائل. نعم. ابتداء من الحجر والحجز والمنع إلى آخر نقطة ممكن أنت تحافظ فيها على الروح. فلذلك حتى في التاريخ الإسلامي لما يطاعون عمواس في فلسطين كان التوجيه واضح، والصحابة كانت واضحة عندهم أن ما حد يدخل وما حد يطلع. الحين إحنا في هذا العصر اللي ربما اختلف المسألة، لأن إحنا عندنا الحين مستشفيات وعندنا تطعيمات وعندنا علاجات أكثر من السابق، فلذلك يكون الحجر اللي ربما يكون حجر في المنزل أو يكون حجر في منطقة خصصت وزارة الصحة حجز. فلذلك الحجز هذه يحافظ على الروح اللي أصيبت حتى تتعافى، ويحافظ كذلك على لربما هله وجماعته ومجتمعه. فلذلك احنا دائما الشريعة الإسلامية تحافظ على الروح البشرية، وانا اعتقد ما في الحين في احنا ممكن نخسر كل الأموال الدنيا، لكن الروح البشرية صعب. وكذلك الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن أيوب بين المرض وبين الصبر، ودائما احنا نضرب دائما نقول صبر أيوب النبي او نبي الله أيوب، في رواية قيل أنه تم في المرض 13 سنة صبر، وكذلك في رواية تقول أنه 18 سنة وصبر ومع زوجته فقط. فلذلك هذه الشواهد القرآنية عندنا أو حتى التاريخية أن إحنا لابد نحافظ على الروح البشرية وندفعها بعيد حتى يمر هذا الوباء. هذه لفترة. القرن الماضي، في بداية القرن الماضي شهدنا الحمى الإسبانية، التيفويد، الكوليرا، الطاعون، الجدري كان في آخرته في الخمسينات. مع كل هذه تأتي هذه الأوبئة تصيب الناس، ومن ثم الله سبحانه وتعالى يكشفها وتسمى السنة اللي فيها سنة الرحمة.
وإحنا كذلك إحنا حين في هذه السنة نطلب الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته من هذه الوباء. فلذلك الغاية الشرعية والمسؤولية الشرعية عندنا أن أنت كيف تحافظ على الروح، وإحنا إذا بقينا كمجتمع والحمد لله رب العالمين أن إحنا نحافظ على روح، لابد نتبع كل الإجراءات اللي تقوم فيها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا. صحيح، يعني بالرغم يمكن من صعوبة هذه المرحلة اللي احنا قاعدين نشهدها كلنا، بالرغم يمكن من السلبيات اللي احنا قاعدين نشوفها، لكن لابد في بعض العبر، في بعض الدروس المستفادة، في جوانب مضاءة أو مضيئة يعني إيجابية ممكن احنا نخرج منها من هذه الوضع اللي احنا قاعدين نعيشه اليوم. فشلون يعني شيخ اليوم احنا ممكن هذه الفترة نستفيد منها في مراجعة أولوياتنا ونبتدي حتى نراجع يمكن كثير من الأمور اللي احنا كنا غافلين عنها قبل؟ يعني أي محنة على الإنسان لابد يكون فيها دروس وفيها عبر وفيها منح من الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا في بداية الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا حب العبد قرب إليه ويقرب دائما بهذه الابتلاءات. فلذلك إحنا من أكبر الدروس اللي خذيناها حين في خلال هذه الفترة إن إحنا قربتنا مع بعض. يعني خلنا نسأل أي أسرة، الأب والأم والأبناء، هل كنتوا تتلقون مثل الحين؟ مثل هذه الأيام ما ممكن. الحين الواحد يشوف زوجته وزوجته قاعد تسولف معاه وعياله وأحفاده حواليه، كذلك صار التراحم عندنا احنا حتى أكبر من الناس من 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 الأيام العادية. التراحم بين الناس، تشوف أنت من يسألون عن واحد قالوا والله محتاج أو فقير، سيد الناس قاموا هبوله. كذلك احنا الحين بدينا نقدر قيمة الصحة، نعرف الدولة إيش كثر أنفقت خلال هاي الأيام. الأيام العادية أنا كنت أسأل عن دواء مال السكر البوكس العادي، أنا كنت أتوقعها 500 فلس دينار، فرحت حق الصيدلية أسأل أقول لها هي كم، قال لي 10 دينار ترى الشيخ. كنت الحين الدولة تنفق على الشخص واحد اللي مصاب نوع واحد من الأدوية ب 10 دينار، احسب طبعا هو ياخذ مجموعه من الادويه وانواع بعد كذلك من العلاجات. فلذلك الصحه اليوم اللي تنفق عليها الدوله هذه المبالغ وهذه الملايين بس من اجل محافظه على الانسان، وانا اعتقد هذه نعمه الصحه ومنعه الامن ما تقارن بالاكل والشراب واللباس، هذه كلها ياتي مراحل اخرى. فلذلك انا من ابرز العبر ان الانسان اليوم يتعب كيف يحافظ على صحته. كنا ما نبالي في السابق ان تكون النظافه بهالمستوى، لكن الحين ما ندخل الا تطهرنا وحطينا الادويه وحطينا الادي ونحافظ، والبيت تحصل المحارم الورق، يعني انا اعتقد وايد اشياء كسبناها. لطالما يعني الشيخ كانت الصحه اولويه بالنسبه للحكومه، يعني نتكلم عن الصحه يعني حتى بشكل يعني بشكل رفاهي اكثر بعد حتى يعني في مجتمعاتنا احنا يعني او في البحرين خلينا نتكلم اكثر. اليوم الشيخ اذا يعني رجعنا حق موضوع اللي هو يعني خطبه الجمعه وحلقات الذكر، يعني نشر الخطاب الديني عاده ما يكون عن طريق هذه الوسائل، واحنا متعودنا كل يوم ان نروح نصلي في المسجد ونسمع الخطبه. يعني لو سالتك الشيخ يعني مع فتره الاغلاق هذه شلون عوضتوا هذا الامر في نشر استمرار نشر خطابنا الديني الوسطي والمعتدل؟ الله يسلمك، إدارة الأوقاف السنية قامت بخطوة جدا رائدة في هذا الجانب. بدأت تسوي دروس علمية حق أي شخص بيسمع يدخل فقط على الرابط مال الإدارة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ويحصل الخطب الجمعة موجودة، دروس علمية موجودة، فما غاب عن الإنسان اللي يبحث عن ذي. وخاصة الحين الفضاء المفتوح يسهل لك المسألة، الحين أي رابط تفتحه حق محاضرة دينية بتحصلها. فلذلك ما في عذر حق الإنسان اللي يبي يستزيد، بل بالعكس أنا أعتقد أن خلال هاي الفترة جلوس الإنسان في بيته بدأ يقرأ من الكتاب اللي انفقد في فترة ماضية، بدأ يراجع مواضيع داخل الروابط الفضائية اللي حصلها. أنا أعتقد هذه أكبر مكسب عندنا. وهم كذلك التواصل من خلال الهاتف إذا في إشكالية مثل هذه الأيام، أكثر الأسئلة كلها عن الأضحية وهل إحنا نقدمها لداخل البحرين أو خارج البحرين، وشن هو نوع الأضحية، يعني كل هذا اللي تدور في فلك دائما المناسبة الدينية اللي مرتبطة مع عيد الأضحى. نعم، يعني يمكن حتى شيخ من ضمن يمكن الأمور اللي احنا بعد اكتشفناها خلال هذه الفترة ان في كثير يمكن من المهارات والأمور احنا كنا قافلينها عن نفسنا
واكتشفناها فيما بعد فينا يعني صح. فحتى في اليهال اكتشفنا فيهم شغلات كثيرة من خلال قعداتنا، من خلال يمعاتنا وياهم، تجمعنا مع بعض، لو يمكن كانت تبعدنا المسافات بس احنا دائما بقلوبنا قراب مع بعض. ففي هذه الفترة يعني شيخ ايش كثر احنا محتاجين اليوم ان نحسن الظن برب العالمين، ودائما نكون متفائلين بأن القادم هو الأفضل وهو الأجمل إن شاء الله. بلا شك يعني الله سبحانه وتعالى لما ينزل نوع من أنواع المحن اللي والابتلاءات اللي صير لابد أن تكون عقبها تي المنح من رب العالمين. فلذلك أنت تحتاج اليوم أن ترتبط مع الله سبحانه وتعالى ارتباط مباشر، تؤدي صلواتك، الدعاء، قراءة القرآن. وذكرتي كذلك أختي العزيز على قضية الأبناء اليوم، أنا أعتقد وايد مناسب أن احنا نركز على قضية القيم داخل البيت. يتعلمون، يشوف الصغير، يشوف الابن شلون يحترم أبيه، ويشوف الزوجة كيف تتعامل مع البنات، فيكسب هذه المهارات. أنا أعتقد مثل هذه الفترة اللي احنا خذيناها 6 أشهر أو 7 أشهر مناسبة كبيرة أن احنا اجتمعين مع الأسرة، ما بنطلع من عندها منها إلا احنا فعلا كسبنا على الأقل هذا النوع من الترابط الاجتماعي الجميل. وأعتقد حتى المناسبة الدينية مثل الحين عيد الأضحى المبارك استفدنا في عيد الفطر، لكن بعد حبتين مناسبة بعد كبيرة كيف احنا نحتفل بالعيد حتى داخل الأسرة، كيف احنا نسلم على الأهل، نتصل فيهم، نتواصل من خلال هذه الروابط مثل زوم يفتح لنا. أنا أعتقد هذه مناسبة ان احنا اليوم نجدد العهد بالله سبحانه وتعالى، نجدد الثقة بالله سبحانه وتعالى، نخلي ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. ترى خاصة احنا هنا في البحرين افضل من كثير من دول العالم، احنا نشوف الجهود اللي تقوم فيها الدولة سواء الصحة، وزارة التربية مشكورة خلال الفترة الماضية شلون واصلت تدريس ابنائنا عن بعد وحققوا نتائج كبيرة، كذلك وزارة الداخلية كيف جهودهم لليوم، احنا نشوفهم رجال الامن في الشوارع يقومون كل قطاعاتهم. أنا أعتقد مثل هذه، وكذلك وزارة شؤون الإعلام ما ننسى دورها على فكرة، ترى أنا في البيت دائم على 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 تلفزيون البحرين يعني خاصة هالأيام، لأن أنا أعرف أن في أشياء جديدة ومهمة أن نتابعها. بالتأكيد هو يعني طبعا واجب علينا يعني الشيخ قبل كل شيء. أنا ودي صراحة أخذ من كلامك ونختم معك هذه الفقرة، يعني إحنا سعدنا طبعا بوجودك معنا، نبي نسمع منك الشيخ كلمة أخيرة ونصائح بما أن يعني اقترب عيد الأضحى وموسم الحج كذلك اقترب، والبحرين طبعا أيدت قرار السعودي في اختصار الموسم الحج على الداخل، وهو قرار سديد وفي محله بالتأكيد. نبغي منك نسمع كلمة أخيرة ونصائح تقدمها بما أن إحنا اقتربنا من موسم الحج واقتربنا من عيد الأضحى المبارك. يعني أنا عندي بس رسالتين، الرسالة الأولى حق اللي عزم أنه هو يؤدي مناسك الحج السنة ولكن الله سبحانه وتعالى ما شاء، هذه أجرة مكتوب عند رب العالمين. طبعا ما هي مو تأدية فريضة، لأن الفريضة لازم يروح ويؤديها في بيت الله الحرام، ولكن أجرها ثابت عند الله سبحانه وتعالى وسجلت له. لكن يبقى اليوم يعني شو يسوي المبلغ اللي خزنه حق الرحلة وبإمكانه أنه هو يبي صرفه؟ أنا أعتقد أولى فيها الفقراء والمساكين، وعندنا في البحرين في بعض الأسر المتعففة أنا أعتقد أنسب أن الإنسان يقوم بنفسه بإيصال المساعدة، ما يعتمد على جمعيات وصناديق إلا في حالة الضرورة إذا كان هو يعجز، ولكن إذا كان هو قادر وأقرب الناس له، الأقربون هم أولى بالمعروف، فإذا سعى حق المعروف يذهب أول شيء يشوف إخوانه، ابن عمومته، جيرانه، منطقته، ومن ثم يذهب إلى الأبعدين. فلذلك إحنا دائما نركز أن مثل هذه الصدقات تكون على داخل البحرين. هذا أمر. الأمر الثاني أنه مع شعيرة العيد أن إحنا ما نفوته، ما كنا نقوم فيه بالسابق نقوم فيه، ما عدا قضية أن إحنا ما نروح نصلي في الجامع، بنصلي في البيوت إلا إذا جاء توجيه آخر من المجلس الأعلى الإسلامي. لذلك أن الإنسان يوم العيد يقوم يغتسل، يلبس ثيابه، يتطيب، ويجلس حق الصلاة، ويسمع إذا كان في خطبة في المسجد الحرام يقعد يسمعها، يؤدي صلاة العيد في بيته، يعلم عياله، أبناء. أنا أعتقد أن ما تفوت مثل هذه الفرصة ويشعرهم بالفرح إنه مع الابتلاء اللي احنا فيه قضية كورونا، لكن ما يمنع ان انا
أجيب العيدية حق العيال وأعطيهم إياها. صحيح. يعني هذه العادات اللي عندنا الجميلة، والقهوة والخنفروش وحلوى شويطر وهذه الأشياء اللي إحنا متعودين عليها. ما في ياها في البحرين الحين ما عنده بنفت. العيدية الجديدة. وهذه على فكرة أنا سويت في العيد الماضي يعني، واستأنسوا العيال كلهم العيدية، ومن كانوا كبار ومتزوجين لكن طبعا يفرحون بالعيدية. يعني كل يستانس بالعيدية، خاصة لما تكون يعني عيدية مالية فالواحد يعني أكيد يطير فيها. يعني أكيد بالتأكيد يمكن هي مرحلة صعبة بجميع المقاييس علينا جميعا، ومو بس علينا احنا في مملكة البحرين، يعني على العالم كله. ولكن يمكن احنا المسلمين اليوم عندنا سلاح قوي جدا نقدر نحارب فيه هذه الابتلاء، وهو الصبر والإيمان بالله وإحسان دائما احنا نحسن الظن برب العالمين. لأن مثل ما ذكرنا هي يمكن مثل ما تفضلت يعني شيخ مرحلة وراح تعدي، لكنها راح تكون إن شاء الله سنة فيها رحمة، يعني فيها روحانية الإنسان كل يوم يتقرب من رب العالمين يدعي فيها، وإن شاء الله يا رب يعني هذه الغمة تنجلي عن هذه الأمة بإذن الله، وكلنا نستانس بأن هذا الفيروس خلاص تم القضاء عليه ورجعت حياتنا بشكل طبيعي. وأكيد أكيد بعد الحياة الطبيعية في أمور كثيرة إحنا راح نعيد النظر فيها. كل الشكر والتقدير لك يعني صلاح الجودر رجل دين وخطيب مسجد على كل ما تفضلت فيه في طبعا هذا اللقاء المميز. يعطيك العافية. شكرا لك. مواصلين معكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذه الفاصل. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي. خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة، خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري، يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا على خالد اللي نقل العدوى حق راشد سابقا، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دايما أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية، كلنا فريق البحرين. قصص المتعافين من فيروس كورونا كثيرة، وكل شخص منهم مر بتجربة منفردة ومغايرة عن الثاني من طريقة الإصابة وانتقال الفيروس أو حتى الأعراض اللي هما حسوا فيها. بالفعل يعني، وكلهم مروا بفترة من العزل والتعافي، والحين الحمد لله تغلبوا على الفيروس والأعراض اللي صادتهم ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي. بالتأكيد رقية، يعني بنتكلم إحنا أكثر مع المتعافين وبنعرف قصصهم وتفاصيل أكثر عن المرحلة اللي مروا فيها. ومعنا اليوم عبر السكايب حسين علي وهو أحد المتعافين من الفيروس. في البداية أخوي حسين نتحمد لك بالسلامة ومسي عليك بالخير طبعا، ولو تخبرنا شلون انتقل لك الفيروس وشلون شفت تعامل وزارة الصحة معك. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالنور والسلام عليكم جميعا. أول شيء حبيت أشكر الجهات المسؤولة عن مكافحة فيروس كورونا في مملكة البحرين وعلى رأسهم الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية والمتطوعين. بخصوص انتقال المرض، تمت إصابتي بفيروس كورونا عن طريق العمل، يعني مو يعني من شخص معين، لأن شركتنا كانت فيها عدد من الإصابات، فما أدري من أي شخص معين بالضبط. بعد ما تمت إصابتي تم نقلي إلى مركز إبراهيم خليل كانو، يعني في نفس اليوم، لأن أصبت في تاريخ 13/4 وفي نفس اليوم طلعت نتيجتي المغرب وودوني مركز إبراهيم خليل كانو. تمت في مركز إبراهيم خليل كانو لمدة 17 يوم،
يعني طلعت نتيجتي أول شيء سلبية بعد 13 يوم، بس رد يوم الثاني طلعت مصاب، واليومين اللي عقبهم بعدين طلعت اللي هو سليم وتم تركيزي من المستشفى. بخصوص العناية في مركز رين فاليكانو، يعني صراحة أي كلام تقوله قليل في حقهم. يعني إحنا وقت اللي دخلنا المستشفى كان عندنا قلق كبير، يعني خوف لأن فيروس والعالم كامل يتكلم عنه، وفي نسبة وفيات، نسبة يعني إصابات كبيرة. بس وقت اللي دخلنا صراحة نحس بأمان بشكل كبير جدا جدا. يعني وقت اللي يدشوا علينا الممرضين والدكاترة وحتى العاملين البسيطين يعني في المستشفى كانوا يخلونا نتفائل ويخلقون لنا جو من المرح، يعني يبطلون لنا ستاير ويشغلون لنا التلفزيون، نقعدوا نتجمعوا يعني شوية تركوا مسافة وقعدوا لنا طالعوا سولفوا دردشوا. فكان يعني الجو داخل المستشفى ما تحس انك مصاب بمرض يمكن يعني لا سمح الله يعود بحياتك او يخليك تكون متعب. يعني حتى واحنا كنا شويه تعبانين بدايه الايام كنا يعني كانت هالاشياء هذه تنسينا المرض اللي فيه وتنسينا يعني التفكير في عوائلنا برا يعني نوعا ما. حسين، لو تقول لنا شلون قضيت هذه الايام ويعني وانت في فتره العزل وصاير بروحك وما حد معك؟ والله في البداية أنا من أول ما حسيت بالأعراض أنا دارك عسلت روحي في البيت قبل لا حتى أروح للفحص. فأنا كان عندي يعني شيء داخلي يقول لي إن أنت مصاب، يعني تباعد عنهم. فيوم عزلت روحي أول يوم في المستشفى كنت على قلق يعني إن أحارس نتيجة العائلة، يعني لأن أنا كنت مختلط بالعائلة، أمي وأخواني وولدي يعني توه كان 6 أشهر، فكان عندي قلق من الموضوع انه يصيدهم هالفيروس هذا. بعد ما طلعت النتيجه كنت ادري ان في فحص ثاني اللي هو بعد اسبوعين، بس يعني كان واجد يعني خف عن القلق. يعني صح كنت اول الايام كنت متعب، يعني 5 إلى 6 أيام كانت حرارتي مرتفعه وعندي الكحه واجد قويه وحتى سيلان ما ينشال من ايدي، بس يعني كان الوضع انه خف واجد من القلق. نفس ما خبرتكم تعامل اللي هو اللجان الطبية ويانا يخليك تنسى أشياء واجد من المرض. يعني فالحمد لله يعني الفترة صح إن قضيناها يعني بين مستشفى وبين بعدين حجر منزلي بعيد عن أهلنا، لكن أنا كنت داخلي أنا ما أبي أتقرب لهم، أقول لأن أنا أحبهم ولأن أنا ما أبي يصيدهم أنا ما أتقرب لهم أفضل. فكنت مرتاح إن بعيد عنهم أفضل من أنا في البيت. حسين، يعني يعطيك الصحة العافية، لو تخبرنا عن الأشياء الإيجابية اللي تعلمتها في هذه الفترة، لو تحب أيضا أنك تقدم رسالة للناس بعد تعافيك ولله الحمد من هذا الفيروس. الأشياء الإيجابية واجد صراحة، يعني إحنا نشوف وضعنا داخل المستشفى كلنا إيد واحدة كشعب بحريني داخل المستشفى بعيدا عن أي أطياف عن أي شيء، احنا شعب بحرين وحتى كمقيمين ويانا داخل المستشفى. فيعني اشياء ايجابيه حصلت لي صداقات داخل المستشفى، حصلت لي يعني خبرات حتى داخل المستشفى من الاطباء والممرضين اللي ويانا. يعني وكنصيحه يعني انا اصغر شخص ان انا اعطي نصيحه في خصوص الموضوع، بس يعني بخصوص النصيحه قد ما نقدر احنا كشعب ان احنا نسوي الاحترازات المطلوبة منا من اللجان الطبية، وقد ما نقدر نتباعد عن التجمعات، لان الفيروس حتى لو لحد الان احنا وصلنا الحين في شهر 7 وصلنا الى ان الفيروس نسبة كبيرة منا بدون اعراض، لكن موضوع ان تكون مصاب وتودي عائلك كامل يفحصون مرهق اليك انت كشخص ومرهق حتى الى اللجان الطبية. فالاحتياط واجب، حتى لو احنا ندري ان مثلا هالتجمعات اشخاص ما فيها مصابين او ان انا ضامنهم ان ما يطلعون او شيء، بس الاحتياط واجب وان شاء الله كلها فتره وبتعدي. يعني هالفيروس ما بيبقى لنا طول العمر، وبجهود اللجان الطبيه والجهات المسؤوله ان شاء الله بنتعدى هالازمه ان شاء الله. طبعا نأندي منها جميعا. حسين علي متعافي من فيروس كورونا، شكرا لك وشكرا على كل ما تفضلت فيه.
يعني بسام، لما نسمع هذه القصص ونسمع حتى عن يعني طريقة الانتقال للفيروس للمصابين، في أمور تخلينا شوية يمكن نراجع نفسنا فيها، أن يعني هذا الشيء وارد أنه يصير حق أي شخص فينا. نعم. لكن إحنا في يدنا أن إحنا قدر المستطاع نقلل من اللي هو انتشاره، نقلل من حتى الإصابة وانتقال الفيروس إذا التزمنا بجميع الإجراءات الاحترازية اللي دائما ما إحنا نكرر ونشدد عليها. أشياء بسيطة جدا لكن بساطتها بتخلينا يعني بإذن الله إن شاء الله يعني تقينا أو قدر المستطاع تخلي عملية الانتقال الفيروس تكون أخف. نعم. شدة. وهذه الرسائل يعني لليوم نشوفها، هاي القصص فيها إيجابيات حلوة، فيها رسائل حلوة تعلمنا الصبر، تعلمنا الأمل، تعلمنا على أن يعني أي محنة ممكن يمر فيها الإنسان في النهاية إن شاء الله راح يتغلب عليها. يعني هذه القصص أيضا هي يعني فيها توعية للناس لما نشوف هذه الامتحانات الصعبة اللي مروا بها اللي هم المتعافين واللي نتحمد الله على سلامتهم. وايضا لازم نقول يعني ونعيد ونكرر ان يعني مساله الاصابه بهذا الفيروس ابدا مو عيب، هذه يعني قضاء وقدر وامتحان من رب العالمين، ونسال الله يعني العافيه طبعا للمصابين حاليا ويعني يبعد عنكم شر هذا الفيروس. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري، أقصد إنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلاً لو هالشخص ما زار صديقة، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. بحري يا رمز الفخار، يا غيمة مليانة مطر بحرين باسم الجاف تخاف.
مشاهدينا ننتقل معكم الحين لبسام اللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا رقية. بالتأكيد مشاهدينا راح نستعرض معكم هذا العرض لآخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الخميس 16 يوليو. أجرت مملكة البحرين أكثر من 693 ألف فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة حتى اليوم 4119 حالة، ونلاحظ الانخفاض الملحوظ في عدد الحالات المصابة، والحالات المستقرة منها يبلغ 4075 حالة، فيما يبقى 44 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج تبلغ 113 حالة، أما المتعافون فيبلغون حتى اليوم 30320 متعافي. الوفيات حتى اليوم 121 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران وإلى ذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 482 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 260 حالة لعمالة وافدة، وأيضا 216 حالة لمخالطين، وكذلك 6 حالات قادمة من الخارج، وتسجيل 4 حالات وفاة، وتعافي 597 حالة. هذه كانت آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم. هذه كل اللي عندي، وعودة لك رقية. شكرا بسام، يعطيك العافية. الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا دائما نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى، أيده الله ورعاه. مشاهدين الكرام، تواصل البحرين تسخير كل إمكانياتها في هذه الظروف الاستثنائية بمختلف وزاراتها ومؤسساتها، مستنيرة بتوجيهات جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه الضامنة لاستمرار تقدم ونهضة ونماء المملكة. وبنفس ما يشكل المواطن البحريني من ثروة حقيقية لهذا الوطن ومحور التنمية وغايتها، فهو شريك بتجاوز هذه المرحلة بالمواصلة بالتزامه المسؤول بالتغلب على هذه الجائحة، وبنتجاوز إن شاء الله كلنا هذا التحدي بنجاح. بالتأكيد رقية، ومثل ما أكد جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه أن أهل البحرين الأعزاء هم أهل الشدائد، وبعونهم سنتغلب على كل الصعاب بحول الله وقوته. وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم يوم قد بإذن الله يوم الأحد مع الزملاء فواز وللوى، في أمان الله. مع السلامة.